السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات الجولة 33 من الدوري الأسباني بداية من اليوم بإذن الله تعالى الثلاثاء 19/4/2022 أو 19 أبريل 2022. اليوم متابعين الكرام عندنا 3 مباريات. اليوم بإذن الله تعالى مايوركا هتلعب أمام ديبورتيفو ألافيز الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، الفيديو بتوقيت مصر وليبيا والسودان. لو عايز توقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا من فضلك زود ساعة. يعني كمثال مباراة ريال مدريد أم أسسونا معادة 9:30 مساء بتوقيت مصر، هتكون 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. لو عايز توقيت تونس والجزائر من فضلك قلل ساعة، ف9:30 مساء هتكون 8:30 مساء. لو عايز توقيت المغرب وموريتانيا وجرينتش من فضلك قلل ساعتين، 9:30 مساء هتكون 7:30 مساء. لو عايز توقيت الامارات وعمان من فضلك زود ساعتين، في 9:30 مساء يكون 11:30 مساء. الكلام ده مع كل المباريات. متابعين الكرام، اليوم الثلاثاء 19/4/2022 مايوركا امام ديبورتيفو الافيز 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت مكه المكرمه على قناه بين سبورتس اتش دي 1 بين سبورت الاولى والمعلق صور الذهب. بعدها ريال بيتيس هتلعب ام اتش الساعه 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت مكه المكرمه على قناه بين سبورتس اتش دي 2 بين سبورت الثانيه والمعلق نوفل الباشي. في الختام ليوم الثلاثاء فياريال هيلعب امام فالنسيا، مباراه قويه ميعادها 9:30 مساء بتوقيت مصر و10:30 مساء بتوقيت مكه المكرمه على قناه بين سبورتس اتش دي 1 الاولى والمعلق محمد بركات. يوم الاربعاء باذن الله تعالى 20/4/2022 20 ابريل عندنا 3 مباريات ايضا. اتلتيكو مدريد هيلعب امام غرناطه الساعه 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت مكه المكرمه على قناه بين سبورتس اتش دي 1 بين سبورت الاولى والمعلق علي محمد علي. بعدها سيلتا فيجو هيلعب امام ختافي الساعه 8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت مكه المكرمه على قناه بين سبورتس اتش دي 2 بين سبورت الثانيه، مش الاولى يا جماعه، سيلتا فيجو ختافي على قناه بين سبورتس اتش دي 2 بين سبورت الثانيه، والمعلق غير معروف بالنسبه لي بصراحه. اسوسونا امام ريال مدريد 9:30 مساء بتوقيت مصر، 10:30 مساء بتوقيت مكه المكرمه على قناه بين سبورتس اتش دي 1 بين سبورت الاولى والمعلق يوسف سيف. يوم الخميس 21 ابريل 2022 21/4 عندنا 4 مباريات في ختام الجولة 33. ليفانتي هتلعب أمام إشبيلية وإسبانيول أمام رايو فاليكانو في نفس التوقيت المباراتين رايو فاليكانو. المباراتين معادهم 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة. ليفانتي أمام إشبيلية على قناة بين سبورت اتش دي 1 بين سبورت الأولى والمعلق جواد بدة. إسبانيول ورايو فاليكانو هتكون على قناة بين سبورت اتش دي 3 التالتة. إسبانيول ورايو فاليكانو على قناة بين سبورت اتش دي 3 بين سبورت التالتة. بعد كده قادش هتلعب امام اتلتيك بلباو الساعه 8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت مكه المكرمه على قناه بين سبورتس اتش دي 2 بين سبورت الثانيه. ريال سوسيداد هتلعب امام برشلونه الساعه 9:30 مساء بتوقيت مصر، 10:30 مساء بتوقيت مكه المكرمه على قناه بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم لا بريميوم. وضحنا توقيت برشلونه زي توقيت ريال مدريد بالظبط، نفس التوقيت 9:30 مساء بتوقيت مصر، وهي قناه بين سبورتس اتش دي 1 الاولى العاديه والاولى بريميوم والمعلق المتالق رؤوف خليفه. توقع لي مباراة ريال سوسيداد وبرشلونه، وتوقع ايضا مباراة ريال مدريد امام نادي اوساسونا. اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.